ضم معنا من الخبر مدير محطة تحلية رأس الخير عبد الله زويد. أهلا بك أستاذ عبد الله. إذا دعنا نتحدث عن الطاقة الإنتاجية لمحطة رأس الخير والفرص الوظيفية التي توفرها للشباب السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلي أبدأ بفكرة عن مدينة رأس الخير الصناعية كونها أحد ركائز التنمية الواعدة ونقطة تحول في مفهوم إنشاء المدن الصناعية ذات المشاريع العملاقة والاستثمارات المتكاملة على مستوى المنطقة. ويعد مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة رأس الخير من المشاريع التنموية العملاقة ذات الطابع الحديث سواء على صعيد البناء أو التقنية العالمية، والذي أنفقت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بسخاء لرفاهية المواطن الكريم ودعم القطاع الصناعي. والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنتج ما يقارب 18% من إنتاج المياه المحلاة في العالم، ومحطة رأس الخير تساهم بنسبة 20% من إنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ومشروع رأس الخير من المشاريع التنموية الجبارة، والذي حصل مؤخرا على جائزة منظمة المياه العالمية JWI Global Water Intelligence كأفضل مشروع في العالم لتحلية المياه المالحة. وللإجابة على الشق الثاني فيما يخص الفرص الوظيفية من سؤال، نعم. المشروع سيساهم بمشيئة الله تعالى في توفير العديد من الفرص الوظيفية سواء كان في قطاع تحلية المياه المالحة أو قطاع توليد الطاقة الكهربائية وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ التابعة للمشروع بمشيئة الله. نعم أستاذ عبد الله، دعنا نتحدث عن كونات مشروع محطة رأس الخير وأيضا التقنية المستخدمة في هذه المحطة. مشروع رأس الخير هو يضم حقيقة أكبر وحدات إنتاج لتحلية مياه البحر التي تم صناعتها إلى اليوم في العالم، ويعتبر أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,025,000 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، وطاقة إنتاجية من الكهرباء تزيد عن 2,400 ميجاوات من إنتاج الكهرباء، وباستثمارات تجاوزت حقيقة أكثر من 25 مليار ريال سعودي. ويحتوي المجمع لمحطة رأس الخير على حقيقة عدة مجاميع، منها مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 2,400 ميجاوات، ويتكون مشروع توليد الطاقة الكهربائية من ثلاث مجموعات: مجموعة توربينات غازية بطاقة إنتاجية 416 ميجاوات، والمجموعة الثانية تتكون من خمس وحدات طاقة مركبة بطاقة تصديرية 2,400 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بقدرة 380 كيلوات. كما يتضمن المشروع على محطة لتحلية المياه المالحة، والتي تعد أكبر محطة للإنتاج في العالم، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1,025,000 متر مكعب. يتم إنتاج المياه بواسطة تقنيتين، 70% من الإنتاج يتم إنتاجه بتقنية التقطير الوميضي أو متعدد المراحل ما يعرف بتقنية MSF، وتمثل 70%، وباقي الإنتاج يتم إنتاجه بطريقة التناضح العكسي أو ما يعرف بالRO وبنسبة 30%. نعم. المشروع كمان يحتوي على خطوط أنابيب ومحطات ضخ، فهنالك مشروع خطوط أنابيب رأس الخير الرياض وخطوط أنابيب رأس الخير حفر الباطن. نعم شكرا لك. مدينة الرياض بمشيئة الله تعالى، نعم، ب 900,000 متر مكعب يوميا، كما سيقضي مدينة حفر الباطن والنهيرية والقرية العليا والقيسومة بمقدار 100,000 متر مكعب. نعم شكرا لك من الخبر مدير محطات تحلية رأس الخير الأستاذ عبد الله الزويت.